السلام عليكم، أنا معتصم من قناة تقنية الأندرويد. يوم جديد وموضوع جديد. مين فينا ما محتاج إلى تغيير شكل الهاتف الخاص به، ومن الشكل القديم المعتاد عليه دائما إلى الشكل الجميل والراقي الظاهر أمامنا مثل أندرويد 12. قبل ما نبدأ، في ثلاثة حاجات لازم تعملها قبل كل شيء. أولا، لازم يكون في جهازك لانشر، والأفضل نوفا لانشر من جوجل بلاي. لانشر جميل، ولكن للأسف كل الخيارات ما متاحة، ولكن أنا حوفر لك اللانشر بنسخة البيتا، فيها كل الخيارات مفتوحة. والتطبيق الثاني هو كويكت، هو واحد من أفضل التطبيقات لتغيير شكل الهاتف، لأنه ببساطة يحتوي على تطبيقات ملحقة بالبرنامج بتصميمات مختلفة وجميلة. وبرضو للأسف كل الخيارات ما مفتوحة، ولكن برضو ما تشيل هم، أنا موفر لك نسخة البيتا، كل الخيارات متاحة. والتطبيق الثالث هو أيكون باك 12، وتطبيق مدفوع، وبرضو موفر لك الأسفل الفيديو بكل التطبيقات ذكرناها، والخلفية كمان في ملف واحد هو زيب. قبل ما نبدأ في التطبيق العملي، أتمنى وأذكر بالنسبة للناس اللي بيشاهدونا لأول مرة في القناة، أتمنى إنه يدعمونا باللايك والاشتراك، وإذا كنت مشترك أتمنى إنك تدعمني باللايك. فضل صغير وأنا واصل. طيب يا شباب، بعد ما حملنا كل التطبيقات ونزلنا كل التطبيقات اللازمة لتغيير شكل هاتفنا، وضبط نوف النشر في الجهاز، ولازم يكون في سطح الهاتف خالي تماما من أي تطبيقات أو فولدر أو شريط بحث. بنبدأ بالخطوة اللي هي هنا نقل الملفات والتصميمات اللي احنا حملناها من الفولدر، زي ما شايفين هم هي فيها ملفات داونلود. بنعمل تحديد للكل، وبنقله مباشرة إلى ملف كوستوم خاص بالبرنامج ويتك أو كويكت في الأسفل زي ما شايفين منه هو ويتك. بنقولها مباشرة بالنسبة في الملف، بنعمل بس لجميع الملفات اللي احنا عملنا نقل. كده الخطوة الأولى انتهينا منها، وبنبدأ بالخطوة الثانية مباشرة، وهي تغيير الخلفية من ضمن الملفات المحملة من داخل الاستوديو الخاص بنا، وهي خلفية خاصة بالتصميم، وهي واحدة من الخلفيات الخاصة بالاندرويد 12. ونبدأ مباشرة بوضع القطعة المصغرة أو الويدك عند الضغط المطول في وسط الشاشة، وبالتمرير من الأسفل إلى الأعلى حتى يصل معنا تطبيق كويكت، ونختار المقاسات اللازمة لوضعها في الشاشة اللي هو ده. بنختار أول مقاس هو 2×2، بنوضعه في الشاشة ونكبر على الحجم يكون ملائم مع حجم الشاشة. بنمشي نختار المقاس الثاني اللي هو 1×1، بنمرر من الأسفل إلى الأعلى اللي هو ده، نضع في الأسفل، بنكبر الحجم بالنسبة لحالة العرض، وبنصغر الحجم يكون مناسب بالنسبة للتصميم. وبنمشي طبعا للملفات اللي احنا قبل حملناها مسبقا بالنسبة للشكل اللي وضعها في شاشة الهاتف، اللي هو أول واحد بالنسبة للشكل اللي احنا اخترناه. بنعمل له سيف إذا كان حابب إنك تكبر الحجم برضو. بنخرج من البرنامج زي ما شايفين من ظهر معانا. بنمشي إلى المقاس الثاني، بنمرر من الأسفل إلى الأعلى، بنختار المقاس، طبعا بنكبر الحجم، ونختار بعض التطبيقات اللي بنستخدمها بشكل يومي ومتكرر حسب التطبيقات اللازمة وحسب اختيارك بالنسبة لاستخدامك للتطبيقات الموجودة عندك في الهاتف. ولا تنسى برضو عدد التطبيقات تكون بدون تسمية أو بالنسبة للتطبيق عشان تكون مناسبة في الشكل والعرض في شاشة الهاتف. بعد
بعد ما خلصنا من وضع التطبيقات الموجودة عندنا، طبعا بنمشي نختار بالنسبة لتغيير ايكون باك اللي هو خاص باندرويد 12 اللي هو ده، ونرجع الى الخلف. فزي ما شايفين ظهرت معنا باندرويد 12 اللي هي الايقونات الخاصة او شكل الايقونات الخاصة باندرويد 12. ونمشي مباشرة بالنسبة لتكوين الشكل الثاني للتصميم لليوم. بنختار طبعا في البداية المقاسات المناسبة او المقاس المناسب في وضعه في شاشة الهاتف، ونختار التصميم اللي احنا محتاجين له ويصير معانا في الشاشة. كده نكون خلصنا في موضوعنا اليوم، اتمنى ان يكون الموضوع عجبكم والشكل عجبكم، تجربوا فيه الهواتف وطبعا جميع التطبيقات والتصميمات. رابط تحميلهم هيكون اسفل الفيديو في ملف واحد اللي هو عبارة عن زيب في اسفل الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالنسبة للناس الجدد، وبالنسبة للناس المشتركين اتمنى ان يدعمونا باللايك او تعليق سلبي جاي برضه بحفزنا للاستمرار للامام، وانا اشوفكم في امان الله.